احنا عندنا كوبايتين من الدقيق، دي هتعمل لنا صينيه مقاس حوالي 26، عليهم اربع بيضات ونص كوبايه من الزبده وكوبايه من الجبنه الكريمي ونص كوبايه من اللبن، معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه الملح وكوبايه سكر. نص كوبايه من الزبده، يبقى انا حطيت كده ايه، اربع بيضات، كوبايه سكر، نص كوبايه زبده، تمام، كوبايه جبنه كريمي، كريمي دي ما فيهاش سكر، موجوده وبتتباع ومش غاليه خالص، عند اي سوبر ماركت هتلاقيها سايبه كده. هتجيبي منهم قولي حوالي ربع كيلو يطلع كوبايه، ونص كوبايه من اللبن، وفانيليا 2 باكو او 3 باكو فانيليا، واضرب ده كله مع بعضه. هنا كوبايتين الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه الملح، وهكون دهنه صينيه مقاس 26، 26 دي يعني ثالث مقاس في الطقم بتاعك. ادي كده الجبنه الكريمي، الخلطه اللي فيها الجبنه دي بقول لك موجوده، بقت مش غاليه خالص، موجوده في اي سوبر ماركت سايبه، هي اسمها جبنه كريمي سايبه. نعم خلاص اهو، اقلب بس دي كده اهي، وهحطها في بص الصينيه، دهناها اهو بسمنه ودقيق، سمنه وخليك كريمه شويه فيها، الدنيا حلو. بص انا دهناها عشان اوريها لكم شكلها ايه ومبطنه ازاي بالدقيق، هحط فيها الخلطه دي وادخلها الفرن بس كده.